السلام مطر المنذرين والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأملنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله من القرى يدلون أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها الحرم وجعل لها رواسي وجعل بالبحرين حاجزا أإله مع الله نذرهم لا يعلمون أم يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل لي الرسل من يد أحمده أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم يدعو فقط ما يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله تبحثوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات ولا في الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون هل ادارك انهم من الاخره منهم في شك من حياه منهم منها عمر وقال الذين كفروا اذا كنا قران وامنا هؤلاء اذا لم يخرجون قالوا الا هذا نحن وامنا إن هذا إلا أساطير الأولين وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن ميتا مما يذكرون ويقول